صباح الخير سي بوعلا، مرحبا بك معنا في قهوة جورنال. صباح النور وليك ولكل المشاهدات والمشاهدين. سي بوعلا، اكيد انه ربما مع نزول ما نقولش قطرات من الامطار، ولكن مع ربما في كل فصل الشتاء الا ونعاني، وانت باش جيتنا الاستوديو اكيد عانيت باش لحقت المقر بسبب ربما غلق الطريق او ربما الانسداد اللي موجود في الطرقات الجزائرية بعد سقوط الأمطار. وين راه المشكل؟ احنا لما نمشيو في الطريق إلا ولقاو تكدس المياه، خاصة حتى الطرق الجديدة اللي نقولوا الطرق القديمة سيدي قال قديمة، ولكن طرق جديدة ولقاو انسداد ربما المياه بشكل كبير. هذا لمن ترجعوه انتوما هذا السبب سي بوعلا بشطيبي؟ شكرا. أولا حبيت أن نوضح شيء مهم، وهو يعني كثافة حركة المرور خلال تساقط الأمطار وخلال فصل الشتاء ماهوش راجع أساسا لقطرات المياه، ولكن كما تعلمون كي تكون الشتاء تساقط يعني السائق يحذر أكثر، تكون السرعة مخفضة، هذا ما يؤدي إلى لا سي بوعلا تلقى كذلك ربما راني جاي تلقى الويدان تاع الماء راني جاي. دونك فيما يخص المشكل اللي تكلمت عليه، كما كنت تحدثت مرارا في هذا البلاطو، هذا الاشكال هذا نعرفوه خصيصا في المناطق العمرانيه، وهذا راجع الى كما تعلمون الى كثافه العمران، يعني لادونسيتي ديال الاوربانيزاسيون، ويعني السلوك ديال المواطنين، سلوك المواطن. وراكم بالك لاحظتوا باللي ولاحظنا احنا يعني مع يعني الامكانيات المسخره والفرق اللي عندنا احنا اللي راهي تسهر يوميا على تنقيه يعني المجاري مسالك المياه، يعني دائما نصيبوا المشاكل ونصيبوا يعني قدرات يعني تغلق هذه، وعلى بالك الماء كي ما يصيبش وين 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 يمشي يبقى على السطح ويشكل مشاكل. هذا في الطرق اللي الحضاري احنا هذا المشكل، ولكن في لوطوروت سيدي في طريق السير وفي طريق السريع حتى قديمه وجديده. شوف الطريق السريع بصفه عامه يعني ما كانش مشكل يعني استغراسيون ديال المياه، ولكن في بعض المقاطع كما تفضلتم صح المشكل اللي لاحظناه واللي نفس الاسباب، خاطر كاين مقاطع ديال طريق السيار كما تعلمون اللي تعبر بالقرب من المناطق العمرانيه، كما المقطع ديال الوسط اللي من بليده الى غايه خميس الخشنه، ويعني يعتبر كونه يعني طريق سيار، ولكن يعتبر طريق يمر على مناطق عمرانيه. نعم، ولكن كذلك سي بوعلا بشطيبي حتى في طريق السريعه القديمه لقاو ربما نفس المشكل وهو تكدس، ما لقيتوش حل تكدس هذه المياه؟ ما لقيتولوش حل؟ ربما عندنا نقاط سوداء اكيد ربما قال لوكاليزيوها سيدي في فصل الصيف، نديروا ما نعرف انا مجاري وين كيتصب الشتاء فهذيك البلاصه ما يقعدش الماء يخرج ولا ما نعرف القول. احنا الحلول اللي رانا نديروها يعني لتفادي هذه المشاكل اللي راك ذكرتها، يعني احنا قبل كل بدايه الصيف الخريف يعني نديروا حملات خاصه يعني زياده عن يعني الجهود اللي راهي ديرها فرق الصيانه التابعه لوزاره الاشغال العموميه والنقل لمديريه الاشغال العموميه، يعني نديروا حملات يعني لتنقيه المجاري المياه وازاله هذه النقاط اللي راك تقول عليها، ولكن كما قلت يعني هاد بالك تلاحظوا ماشي غير في المياه، في القدرات بالك تشوف لها يعني الفرق ديال اللي تتنحي الفضلات المنزليه اللي تنحيها خمس دقائق تجي من بعد تصيب نفس الشيء، يعني هذه السلوك هي لازم السلوك. نعم. اولا السلوك لازم يكون سلوك مليح كما صايره في كاع العالم، ما نرميوش الفضلات في الطريق، نحترموا الطريق حتى ما تكونش هذه المشاكل. نعم. خلال ربما الايام القليله الماضيه كان صارت مشكل وين تغلق الطريق ما بين تيزي وزو والعاصمه، اكيد راك شافي عليها، وين تغلقت ربما ليوم كامل حتى الغد باش تفتح، ربما هذاك المشكل هذاك منين جا؟ اولا ما على بالي شي، لا راك تذكر بلي المشكل اللي صرا على مستوى عزازقه
لا خلينا المشكل تاع زازقار انا جاي إيه. لكن نتكلم على عفوا المشكل اللي صار ما بين تيزي وزو والعاصمه، ربما كانت تغلق الطريق وكنا كاع شاهدين عليها وكانت بثينا ربما مباشر من منطقه تيزي وزو على تلفزيون النهار، كانت ربما غلق الطريق اللي لانه نسبه المياه في الطريق ربما لحقت درجه كبيره. شوف استاذ، شوف حنايا باش نوضح لك امر مهم. حنا مجاري المياه هذا ولا قنوات صرف المياه، حنا كي مكتب الدراسات كي يدرسها على اساس يعني كميه مياه معينه اللي تابعه يعني الملاحظات وبعض يعني لي ستاتستيك اللي عندنا اللي توفر ونديمونسيون، خاطر ما نقدروش حنايا نديروا قناه يعني لكن نستحاجوا قناه ديال 200 ديامتر يعني القطر 200 ملم نديروا 6 مترات مثلا يعني نعطيك. اذا هذه الامور، ولكن كما قلت الظروف المناخيه تبدلت في العالم باسره وفي الجزائر يعني بصفه عامه بصفه خاصه تبدلت. اذا كميه المياه دوك اللي راهي في حاليا في هذه المده الاخيره اللي راهي تتساقط جراء هذه التغيرات المناخيه اللي ذكرتها، يعني كميات كبيره في ظرف زمني صغير، في ظرف زمني صغير، مما يعني يصعب على هذوك المجاري ولا المسالك يتحملوا هذيك والحلوين راهو هنا سي بولم اكيد مش راح نحبسوا الشتاء. نعم اسكو راح نعاودوا لا شوف احنا في المشاريع الجديده اللي رانا مبرمجينها اللي رانا نقوم بها ناخذوا بالاعتبار هذو التغيرات هذه الظروف الجديده هذويا ونديروا يعني قنوات اللي تناسب مع هذه الكميات، ولكن في 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 في, في المنشآت القديمه نتعاملوا مع الوضع بوضع يعني تسخير يعني امكانيات اليه باش نتفاداو ولا نعالجوا هذه المشكله. نعم انا حبيت نسقسيك ربما سي بولام الطبي، كيفاش المعايير تاع الطرق الجزائريه؟ واش انت كيفاش تشوف المعايير تاع ربما هذا ربما القدرون ولا الطرق او الطريق اسمه الطريق من ساسها لذاتها كما يقول؟ شوف استاذ فيما يخص المعايير حنايا ملزمون بتطبيق المعايير الجزائريه الدوليه يعني اللي معمول بها دوليا، وهذه المعايير هذا يعني احنا نوضحوها في دفتر الاعباء او دفتر الشروط اللي نوضعوه حينما يعني نديروا مناقصه باش نخدموا المشروع. وهذه المعايير هذه يعني كما قلت شوف استاذ فيما يخص المعايير حنايا ملزمون بتطبيق المعايير الجزائريه الدوليه يعني اللي معمول بها دوليا، وهذه المعايير هذا يعني احنا نوضحوها في دفتر الاعباء او دفتر الشروط اللي نوضعوه حينما يعني نديروا مناقصه باش نخدموا المشروع. وهذه المعايير هذه يعني كما قلت عالميه يعني دوليه كما اللي تصيبها فينا، ولكن كان جانب اخر يعني هذه الدراسه ولكن جايب المراقبه مراقبه الاشغال. نعم هذيك مراقبه الاشغال ماشي يعني ما يكفيش باش يعني تنصاع الى المقاييس المعمول بها عالميا ولا دوليا، ولكن ثاني لازم تتحقق باللي الامور اللي يعني اللي درتها في الدراسه راهي تنجز ميدانيا. نعم. يعني تقدر تكون في الدراسه زي وفي المنجز، لهذا يعني احنا مكاتب الدراسات والمخابر اللي عندنا وحنا هي عددها 9 اللي تابعه لوزاره الاشغال العموميه تسهر على لجعل يعني الاشغال ولا الانجاز يكون يطابق تماما الدراسات، يعني الخلل اللي يكون كي تكون. المشكل اللي صرا في عزازقة وشنو هو سي بولام؟ هذاك شوف كاين بعض المناطق وحنا في وزاره الاشغال العموميه رانا نقوم حاليا بدراسه شامله عبر تراب يعني المناطق الشماليه البلاد، المناطق الجنوبيه ما تعرفش المشكل هو مشكل انزلاقات التربه، وحنا رانا كيما درنا خارطه ديال الزلازل يعني المناطق وين قال منشا يتبنى في الجزائر العاصمه ولا منشا يتبنى في 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 تبسة ولا في 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 وهران ولا ماهيش نفس الـ يعني المقاييس ولا نفس المعطيات لنا. اذا في الانزلاق شفنا لاحظنا في بعض المناطق في الجزائر منها تيزي وزو هذه اللي وين صار المشكل، منها قالما سوق هراس
يعني هناك مناطق 17 منطقة اللي معروفة بالانزلاقات التربة، هذه ربي 17 هذه 17. وحنا رانا نديروا في 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 دراسة، يعني مكتب المخبر الوطني لل سي تي بي هو اللي راه يقوم بهذه الدراسة، وجرى يعني عندما ننتهي من الدراسة راح نوضحها في متناول يعني المتعاملين، حتى يعني يدخلوا في 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 دفتر في دفتر الشروط ولا دفتر الاعباء يعني هذه المعطيات حتى يتفادوا. اذا باش نعاود نوليك السؤال، هذا المشكل مشكل صرا اساسا هو انزلاق التربه سيتانتاسمون اللي ادى بانفصال، يعني على بالكم باللي جا قنوات مسالك المياه كاناليزاسيون هنا هي وحده داخله مومض، ما نقدروش نجيب وحده في طولها الكيلومتر، يعني مقاطع اللي ندخلوا وحده داخله فيها. كي صارت يعني المشكل الانزلاق يعني تفصلت على بعضها، والمياه باش تروح يعني في في في, في المسالك هذيك ولا تصب تحت الطريق، تحت خاطر ماشي هي الطريق كامل، هي غير المقطع اللي دخل العزاز قال لابروتال ولا الاخر، وصرا هذا المشكل. يعني وبديتوا دوك عاودتوا رانا شوف كاين احنا كاين كاين لجنه وزاريه مشتركه خرجت يعني عندها اربع ايام ولا يطرح حدوث هذا المشكل هذا، وكل واحد يعاين يعني المشكل اللي يخص بالقطع ديالو، و والمصالح الموارد المائيه راهي تصلح ونحات وبدلت يعني مسلك ديال هذيك المقطع حتى تخرجوا يعني على لاسيات ديال يعني الطريق نعم. وحنا رانا سخرنا يعني شركه اللي راهي بدات تقوم هكذا، والدراسات الخبره راهي متواصله يعني باش ندقوا في الامر ونديروا باش ما تزيدش تسرع، ناخذوا التدابير باش ندعموا هذيك المنطقه باش ما يصيرش فيها. سي بولا مش طيب، نروحوا الى الجزء الثاني من هذه الحصه للحديث ربما الاجراءات اللي راح تديوها مع كل فصل الشتاء، وخاصه خلال الايام القليله القادمه اللي راهم يقول ربما كاين بيامات يقول بلي كاين شتاء خيرك يا ربي. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مع سي بوعلام شطيبي المدير العام المشاهد بوزارة الأشغال العمومية والنقل، كنا تحدثنا على مشكلة عزازقة وكذلك مشكلة تيزي وزو والمشاكل اللي ربما تدي إلى انغلاق الطرقات بسبب أو بمجرد سقوط الأمطار. وشنو ما الإجراءات اللي راح تديوها الآن دركاتيك سي بوعلام شطيبي؟ شوف احنا يا الاجراءات ما يعني اجراءات عاديه، احنا كاين تنظيم على مستوى وزاره الاشغال العموميه والنقل اللي معمول به منذ سنوات طويله، وهو كون على مستوى كل مديريه الاشغال العموميه توجد لجان يقولوا لي سيلول دانتومبيري، وكاينه واحده على مستوى المركزي على مستوى الوزاره. احنا عندما يعني نتلقى كما نقولوا ان بي ام اس يعني نشريه خاصه من الارصال الجويه اللي تحدد يعني كميه الامطار المنتظره، يعني هاد الخلايا هذه اللي موجوده يعني على مستوى المديريات وعلى مستوى الوزاره يعني تنسق باش تعالج، يعني باش يكون ما يكونش فيه الى مثلا تساقط الثلوج سخر يعني كسيحات الثلوج هذيك، الا كان امطار كبيره يعني كما تفضلت مقبله قلت نقطه سوداء نسخروا الى ضخ المياه بالقرب من 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 النقاط اللي يعني قد تعرف يعني يعني مشاكل في 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 هذا البلد. اذا هذه الخليه هذه تخدم تعمل يعني بصفه يعني كونتينيو يعني مستمره خلال حتى يعني النشريه هذه الخاصه. نعم انت قلت لي مقبل بلي حتى 17 منطقه سوداء ايضا 17 منطقه اللي تعرف مشاكل الانزلاقات التربيه. نعم. 17 ولايه لا حبينا 17 ولايه ولايه. سي شطيبي، هل ربما المعايير تاع الطرق اللي او المعايير تاع الزفت اللي راكم تخدموا به راح تتناسب مع هذه ربما الاخطار بهذه 17 ولايه؟ شوف اولا شوف الانزلاق التربه ماهوش تركت هذا الزفت، هو الطبقه الفوقانيه اللي يمشي عليها الماء.
مي هي الانزلاق هو في الطبقات السفلى يعني في الطبقات هو اللي يدي باش تكسر الطبقه هي باش يطلع المشكل الفوق لازم تحت المشكل المشكل يعني راهو في الطبقات يعني الحامله كما يقولوا ولا لا فونداسيون اذا احنا نعالجوا من 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 من, من الاساس يعني المشكل هذا ديال هذا ديال الانزلاق نعالجوا من الاساس وفيما يخص يعني نوعيه الزفت اللي راهو يستعمل في الاخر هو نوعيه يعني معمول بها وعلاش هما الشك فوا لقاو ربما حفر لقاو مش عارف تم يتشقق هذا باش نهضروا باللغه اللي فهمها المواطن القدرون هذا يتشقق بزاف ربما تكون تمشي اليوم في طريق عادي غدوه ان شاء الله تجي تمشي حتى تلقى روحك شوف هي الانشقاق بالك ماهيش يعني قاعده يعني راك انت ماهيش قاعدة عامة يعني بالك بعض المشاكل اللي راك تذكرها يعني بالك قد 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 تكون وهذه قد تكون تذكرت الأسباب قد يكون السبب هو اختلال ولا في الإنجاز يعني ما ننكرش باللي قد يكون اختلال في الإنجاز ولكن بصفة عامة يعني ب 99% يعني نوعيه الطرقات اللي رانا نمشيو عليها ولا اللي رانا نصنعوها في الجزائر نوعيه ويعني وانا نقول لك انت ولا المواطن اللي راهو يشاهد اللي راهو يروح عبر مناطق العالم يشوف الطرقات في فرنسا مثلا يعني باش نظهر كان طرقات يعني في مهترئه وراهم يعني يروح يشوف يعني ما راناش انا نقول نشوفوا واش صاير في كندا شوفوا نوعية الطرقات في كندا احنا هنا يعني هنا واش المشكل عندنا يا استاذ بلال احنا نشوفوا دائما الكاس النص الفارغ ما نشوفوش نص المعمر يعني خايف هذه تاع كندا طرقات مهترئه كندا طرقات مهترئه يعني. ناكد لك وراني نهضرها يعني في قناه تلفزيونيه محترمه والمواطن البسيط اللي راهو يشوفني ولا المواطن اللي راهو يشوفني اللي راهو يروح لكندا يقدر ياكد في المره اللي شفتها. اسكو ما كاش مشروع باش اعاده تهيئه كاع الطرقات الجزائريه؟ شوف حنايا شوف حنا في فيما يخص يعني تهيئه الطرقات حنا المقاييس المعمول بها دوليا هو يقول لك في كل سنه لازم تهيئ ولا تونتروتوني 10 من شبكه الطرق. حنا شبكه الطرقات الحاليه فيها 127 الف كيلومتر. يعني احنا منها اكثر شويه من 3000 كيلومتر من الطرق الوطنيه وما يقارب ثاني 3000 كيلومتر من الطرق الولائيه وهذو هما الطرق الولائيه والوطنيه اللي تتكفل بها وزاره الاشغال العموميه اذا احنا في كل سنه لازم يكون عندنا ميزانيه باش نتكفلوا بحوالي 6000 كيلومتر ولكن الميزانيه كما تعرفوا الحاله ما تسمحناش باش اذا احنا صنفنا احنا نتابعوا هاد حال الطرقات ونصنفوا هي مصنفه لثلاث اصناف هي طرق في حاله جيده جدا طرق في حاله مقبوله نسميها وطرق في حاله يعني تتطلب تهيئه وحنا كل خطره نديروا برامج كل عام كل سنه نحددوا برامج ونبداو بهذيك الطرقات اللي يعني المهترئه ولا الطرقات سي بولا مش طبي عندك كلمه اخر حبيت تقولها أنا أولا يعني نقول حاجة للمشاهدين والمشاهدات باللي احنا على مستوى الأشغال العمومية والنقل يعني نبذل كل جهد والسهر اللي يعني عندنا ميسيون سيرفيس بيبليك الخدمة العمومية يعني السهر لكي يعني المواطن يتنقل بأريحية فهمني بأريحية والجهودات يعني اللي رانا نقوم بها راهي ظاهرة في الميدان إذا كاين بالك قد تكون بعض النقائص احنا يعني كيما في الكمال لله احنا رانا ندركوها ورانا نسعوا باش نكونوا في على احسن ما هما وفي احسن ظن المواطن ان شاء الله هذا اللي نتمناه سي بولا مشطيبي شكرا لك على توضيحات والايضاحات كل مره نطلبوا منك تجي الا وتجي وترد على الاسئله بكل اريحيه شكرا لك سي بولا مشطيبي مشاهدينا الكرام في الاخير ما بقى لي الا نقول لكم أدام الله عز الجزائر حافظ أمنها وسترى شعبها إلى الغد إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية